مشاهدين، تعتبر السياحة قاطرة التنمية ومصدر أهم مصادر الدخل القومي المصري، وبتوفر فرص عمل لآلاف من الشباب المصري، وأيضا مصدر أهم مصادر العملة الصعبة المصريين. أهلا بكم معنا في لقاءات متعددة وفقرات متنوعة، وهذه بانوراما السياحية. أنا عندي ليه خبري الأول حلو والثاني حلو، أنا عندي ليه خبري الأول حلو والثاني حلو، الأول أنت حبيب روحي الثاني سوى ما بقبله. الخبر الثاني اريدك انا تغير عليك كيف انجحوا بيوتملوا. انا عندي ليه خبري الاول حلو والثاني حلو، انا عندي ليه خبري الاول حلو والثاني حلو، الاول انت حبيب روحي الثاني سوالله بقبلوا. الخبر الثاني بقول ليه انا من زمان انا محدثي اريدك انا تغير عليك كيف تنجحوا وتملوا. انا عندي ليه خبرين الاول حلو والثاني حلو، انا عندي ليه خبرين الاول حلو والثاني حلو، الاول انت حبيب روحي الثاني أعزائي المشاهدين، مصر تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، تمتلك كل مقومات نجاح صناعة السياحة، وأهم ما يميز صناعة السياحة في مصر تنوع المنتج السياحي. ولكن ما هي أهم التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر؟ كيف نقوم بزيادة الحركة السياحية وتنشيط السياحة في كل مكان في مصر؟ وأسئلة أخرى هنجاوب عليها من خلال لقائنا مع مستر عصام علي الخبير السياحي في البحر الأحمر وعضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر. مستر عصام، أهلا بك معنا، منورنا كل سنة طيب. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. مستر عصام، بما أننا في البحر الأحمر هنبدأ بالحديث عن البحر الأحمر وأهمية السياحة في البحر الأحمر ومقومات نجاح صناعة السياحة في البحر الأحمر. من وجهة نظر حضرتك أهم ما يميز البحر الأحمر؟ بالتأكيد طبعا محافظة البحر الأحمر يمكن في الفترة الأخيرة ويمكن في آخر 10 سنوات بتتصدر المشهد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب في أكتر عدد من الجنسيات بتستقبلها محافظة البحر الأحمر في تنوع الأسواق العالمية، سواء في أوروبا أو سواء في آسيا أو في الوطن العربي. يمكن محافظة البحر الأحمر لها طابع خاص ومؤثر داخل قطاع السياحة المصري، وخصوصا زي ما حضرتك عارف أستاذ عماد في الغردقة في الفترة الأخيرة، يمكن كمان محافظة البحر الأحمر بقى أصبح التوسع فيها في إقامة غرف المنشآت الفندقية بشكل كبير. يمكن كمان التوسع داخل المدن ذات نفسها، يمكن لو احنا بصينا في مدينة الغردقة كمان لو انت رجعنا من 10 سنين لورا يمكن كان التوسع ما كانش بالشكل بتاع النهاردة، ولكن النهاردة الغردقة بقى فيها الداون تاون، فيها منطقة الأحياء والجونة،
سهل حشيش ومكادي وسوما بي وصولا لغايه سفاجه يعني. فانا عايز اقول لك التوسع ده يمكن ساعد يعني في اقامه عدد كبير من الغرف الفندقيه في الفتره الاخيره، وده برضو كان عامل كويس في دفع عجله السياحه، ويمكن استفاد منه عدد كبير طبعا خصوصا في مجال القوى العامله بشكل كبير. بما انك عضو غرفه المنشات السياحيه في البحر الاحمر، الطاقه الفندقيه حاليا في البحر الاحمر بما فيها الغردقه، مرسى علم، القصير، سفاجه، يعني حوالي يعني بالتقريب حوالي كام كده؟ يعني خلال فتره عيد الاضحى طبعا يمكن محافظه البحر الاحمر عموما يعني بتشهد رواج سياحي كبير. يمكن الغردقه بتتصدر المشهد، نسبه الاشغالات بتتخطى ال 90%. قبل ما اتكلم عن نسبه الاشغالات، بتكلم عن الطاقه الفندقيه حوالي كام كده؟ يعني الطاقة الفندقية يمكن في محافظة البحر الأحمر يمكن تخطينا 83,000 غرفة فندقية دخلت محافظة البحر الأحمر، يعني 83,000 غرفة فندقية. يمكن يعني احنا بنتصدر المشهد مقارنة بأسوان ومحافظة جنوب سيناء والأقصر وطابة، محافظة سوهاج، محافظة الفيوم. يمكن عايز أقول لك إن محافظة البحر يعني الأحمر أعلى طاقة فندقية، أعلى طاقة طبعا يعني مصر. في مصر من ناحيه عدد الغرف الفندقيه بيبقى داخل محافظه البحر الاحمر. ده بالاضافه ان من المتوقع كمان ان خلال عام 2024 في اكثر من 2500 غرفه فندقيه كمان ان شاء الله هيتم افتتاحها خلال الموسم الصيفي قريبا. يعني نرجع بقى لنسبة الإشغالات حاليا. يعني طبعا انت يعني تعلم ان صناعة السياحة صناعة حساسة بتتأثر بأي أحداث سياسية أمنية، أي أحداث عنف. منطقة الشرق الأوسط معروف ان هي طبعا منطقة التوترات، يمكن الأحداث الأخيرة والحرب على غزة وحرب الإبادة على غزة وما يحدث في البحر الأحمر من توترات، بالتأكيد طبعا لها تأثير على الحركة السياحية ليس في مصر فقط أو على محافظات البحر الأحمر فقط، ولكن على كل دول الشرق الأوسط. والله بالتأكيد يعني كان الموضوع مؤثر، بس بالنسبة فقط لغير سوق واحد بس، هو سوق السياحة الروسي، عشان خاطر زي ما حضرتك عارف طبعا ان كل الرحلات الروسية يمكن 95% أو 98% منها اللي بيجي من روسيا بيعدي فوق سماء طبعا الأردن وسوريا، قدوما طبعا بجنوب سيناء للغرداء. فالموضوع طبعا موضوع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية هو أثر بس على
فعدد السياح الروس خلال الفترة سواء الموسم السياحي الشتوي أو بداية الموسم السياحي الصيفي، إنما مقارنة بالأسواق التانية زي ألمانيا زي إيطاليا زي إنجلترا فرنسا، كل الأسواق دي متأثرتش عشان خاطر مسار الطيران بتاع الطيران القادم على محافظة البحر الأحمر خاصة، يعني مش نفس الخطوط أو المجال الجوي الخطوط السياحة الروسية يعني. فإحنا تأثرنا فقط لا غير، يمكن عدد السياح الروس تراجع عشان خاطر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية من ناحية تراجع، طبعا تراجع بشكل ملحوظ، ولكن باقي الأسواق ما يعني تراجع ما فيهاش خالص يعني. طب نسبة الإشغالات حاليا في البحر الأحمر حوالي كم؟ يعني نسبة الإشغالات الفندقية داخل مدينة الغرداء بتتخطى 95% حاليا. طب دي كلها يعني متهيألي إن هي نسبة المصريين اكتر، يعني نسبة لا هو نسبة الاجانب اكتر، الاجانب اكتر يعني. لو احنا في فرق طبعا من العام السياحي الماضي مقارنة بالعام السياحي الحالي، طبعا يمكن ارتفاع اسعار الغرف الفندقية يمكن اثر على عدد كبير من استقطاب طبعا السياحة المصرية، ولكن من ناحية ان في طبعا رواج مصري من السياحة المصريين فيه، ولكن الاعداد يمكن كانت خلال 2023 مقارنة دلوقتي أكتر طبعا. يمكن طبعا ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في الفترة الأخيرة يعني كان أثر على استقطاب عدد معين، وأنت عارف طبعا إن محافظة البحر الأحمر عندنا هنا خاصة يمكن في الغردقة يمكن عدد الفنادق الخمس نجوم طبعا أعلى من عدد الفنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم يعني، فده طبعا يعني ليه طابع مختلف في الأسعار عن الفنادق الثلاث نجوم أو الأربع نجوم. يمكن خلال الأسابيع القليلة الماضية سمعنا خبر عن إفلاس إحدى الشركات السياحية العالمية، هل هذا الحدث أثر على الحركة السياحية في البحر الأحمر ولا لا؟
يعني اعتقد ان شركه ذكر اسماء يعني اعتقد ان الشركه اللي هي تم اشهار افلاسها في المانيا اعتقد ان هي مش هتاثر هتاثر على عدد السياح الوافد، لان اعتقد يعني ان في عدد كبير من الشركات اللي هي بتستقطب يعني المان، عايز اقول لك يمكن تتخطى يعني مثلا ال 80 او 90 شركه. فاعتقد ان شركه افلست، لا في اعتقد ان الشركات المنافسه ليها الثانيه هي اللي هتستحوذ على عدد السياح اللي هو حابب ان هو يجي مصر يعني. طب ده كان ليه تاثير سلبي على العماله المصريه الموجوده في المنشات الفندقيه التابعه لهذه الشركه؟ يعني بالتأكيد ان الشركة لما تم اعلان افلاسها يعني اعتقد ان في مشكلة هتواجه اللي شغالين في داخل مكاتبها، سواء كان مش بس في الغردقة يمكن كمان في القاهرة او كان في شرم او كان في اسوان او الاقصر، عشان ليها اكتر من مكاتب. ولكن اعتقد ان السفارة الالمانية في القاهرة توعدت ان هي يعني هتقنن اوضاع الناس دي بالاشتراك مع وزارة السياحة المصرية، ان هم هيقنن وضع الناس دي اللي شغالين في الشركات في الشركه المفلسه. واعتقد ان الموضوع يعني جاري حله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني يمكن انا شايف كمان يعني في حركه سياحيه من المصريين والسياحه الداخليه منتشرين حتى في شوارع الغردقه في البحر الاحمر. هل نقدر نقول ان ممكن السياحه الداخليه تكون بديل عن السياحه الخارجيه او الاجنبيه خلال الفترات الحاليه؟ والله هو يعني عمر السياحة الداخلية ما هتبقى بديل عن السياحة الخارجية. انت عارف طبعا ان السياحة الخارجية بتلعب دور كبير في العملة الصعبة وفي حاجات تانية كتيرة في دعم الاقتصاد المصري، ولكن يمكن محافظة البحر الأحمر ليها طابع خاص، وخصوصا الغردقة ومرسى علم في الفترة الأخيرة. يعني عايز اقول لك ان هي اتحولت مش ان هي بس مدينه شاطئيه او مدينه سياحيه، يعني المصريين بقى فعلا معجبين ان هم عندهم كميه الشواطئ وكميه الجزر. يمكن كمان الاسعار في مدينه الغردقه مقارنه طبعا بمحافظه جنوب سيناء، يمكن الاسعار في الغردقه ارخص من شرم الشيخ كتير. يمكن كمان محافظه البحر الاحمر خصوصا الغردقه يعني احنا بنتميز، عندنا اكتر من 36 جزيره بتلعب دور كبير طبعا، خاصه في استقطاب يعني اكتر مئات الرحلات البحريه اللي بتتم كل يوم من المارينا. جنوب سيناء يمكن الاسعار في الغردقه ارخص من شرم الشيخ كتير. يمكن كمان محافظه البحر الاحمر خصوصا الغردقه يعني احنا بنتميز، عندنا اكتر من 36 جزيره بتلعب دور كبير طبعا، خاصه في استقطاب يعني اكتر مئات الرحلات البحريه اللي بتتم كل يوم من المارينا او من المارينا. لا انا بس السؤال ده لان دايما احنا بنلجا للاهتمام بالسياحه الداخليه عندما يكون لدينا ازمه في السياحه الخارجيه.
والله انا شايف ان المعدلات في الفصول حاليا ما شاء الله، يعني خلال الفتره وتزامن مع بدايه الموسم السياحي الصيفي، لو احنا هنتكلم على المحافظه الاحمر البحر الاحمر، هي ما شاء الله ماشيه كويس جدا لغايه هذه اللحظه يعني. الحمد لله. كمان يعني يمكن في معدلات اسواق خلال 2024 يمكن الموسم السياحي الحالي، يمكن زي السياحه الايطاليه، يمكن معدلات السياحه الوافده فيها ارتفعت بنسبه 100% مقارنه بال العام السياحي الماضي. يمكن عندك كمان ارتفاع في الدول العربية، يمكن زي عدد السياح الوافدين من السعودية والأردن، يمكن ارتفع معدل 100% مقارنة بالعام الماضي. ففي عدد كبير من الأسواق يعني يمكن معدلات الوصول فيه خلال الفترة الحالية والموسم الحالي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام بالعام الماضي أو بأعوام طبعا كورونا. ولكن من ناحية ان حالت في رواج، طبعا في رواج يعني النسبة بقول لك اكتر من 95% يعني في الغردقة، يعني بالترتيب كده بالترتيب كده مرسى علم. يعني هو طبعا معروف كان يعني الغردقة الساحل الروسي هو نمبر 1 بعد تراجع الحركة السياحية الروسية. حاليا نقدر نقول ترتيب الأسواق السياحية الموجودة يعني هنا يعني بتصدر المشهد طبعا السائح الألماني خلال الفترة الحالية طبعا، واحنا بنتمنى طبعا داخل مصر ان عدد السائح الألماني السنة دي يتخطوا 1,800,000 او 2 مليون سائح، مقارنة بالسنة اللي فاتت كانوا 1,700,000 سائح. يمكن بيجي في الترتيب برضو بعد السياحة الألمانية من ناحية التوافد طبعا، بيجوا الإنجليز طبعا، السياحة الإيطالية، السياحة البولندية، يمكن كمان في عدد من الأسواق بتشهدها محافظة البحر الأحمر كان ليها فترة طبعا يعني غايبة، يمكن زي ارتفاع معدلات السياحة التشيك وارتفاع معدلات السياح المجر والسلوفاك. نقدر نقول هذه الأسواق السياحية تعتبر أسواق سياحية جديدة على البحر الأحمر؟ لا، يمكن أسواق كانت غابت خلال الفترة العشر سنوات الأخيرة، يمكن كان في عدد كتير من الأسواق بعد سقوط الطائرة الروسية كانت في سيناء، يمكن كان في عدد كتير من الأسواق غاب فترة، لكن خلال الفترة الحالية كل الأسواق دي الحمد لله رجعت، ورجعت بشكل ملحوظ كمان يعني. طيب من وجهة نظرك يعني إيه الصعوبات أو التحديات التي تواجه صناعة السياحة في الغردقة، في مرسى علم، في سفاجة، في القصير، في البحر الأحمر بصفة عامة؟ يعني في وجهة نظر أعتقد أن اهتمام الدولة لازم يبقى بشكل أكبر من ناحية التوسع في إقامة الغرف الفندقية بشكل أكبر. احنا لدينا حاليا زي ما قلت يعني زي ما حضرتك ذكرت لدينا 83,000 غرفة فندقية. طب احنا يعني وصلنا لنسبة 100% في هذه الطاقة يعني من ناحية نسبة الإشغالات طبعا بنوصل يعني بنوصل يعني بنوصل وبنتخطاها أحيانا كمان، ونسبة 100% في داخل محافظة البحر الأحمر دي حقيقة. ولكن انا عايز اقول لك يمكن الدوله لازم ان هي تهتم برضو في التوسع عشان خاطر استقطاب اعداد اكبر، وفي ظل طبعا ان احنا عندنا اكتر من 3500 شركه سياحه بتستقطب سواء سياح من اوروبا او من اسيا او من دول الخليج من العرب، فلازم ان ضروره اقامه عدد جديد او التوسع في اقامه الغرف الفندقيه سواء في مدينه الغردقه او في مدينه مرسى علم، هيلعب دور كبير في استقطاب عدد كبير كمان يعني. ما هو ده برضه لابد ان هو يتواكب مع الاهتمام بالبنيه الاساسيه لصناعه السياحه، الاهتمام بالنقل السياحي، محتاجين برضه يعني كل ما هنزود في الطاقه الفندقيه هيجي اعداد كبيره، محتاجين برضه الاهتمام بالنقل السياحي، تطوير النقل السياحي، تطوير البنيه الاساسيه التحتيه، شايف ان ده بيحصل؟ يعني كان خلال الفترة الأخيرة يمكن كانت محافظة البحر الأحمر اهتمت بتطوير طريق سفاجة مرسى علم بشكل ملحوظ، يمكن ده كمان كان ليه دور كبير في تراجع أعداد الحوادث، وكان ده كان كله هدفه طبعا في الحفاظ على أرواح طبعا السياح والمصريين. يمكن الطريق كان حارة واحدة، دلوقتي بقى الطريق ذهاب وإياب، كمان يمكن عرض الطريق بيتخطى ال 17 او ال 20 متر، فاعتقد ان ده يعني جه في وقت مناسب، واعتقد ان هو هيلعب دور كبير في تراجع اعداد حوادث السيارات يعني، وممكن ده من الحاجات اللي كانت ملحوظه خلال 2024 داخل محافظه البحر الاحمر.
طيب بما اننا بنتحدث عن صناعه السياحه في مصر كلها يعني، واقرب محافظه للبحر الاحمر الاقصر واسوان، ازاي نربط اسوان والاقصر بالبحر الاحمر؟ يعني الساحل يكون موجود هنا في الغردقه او في البحر الاحمر، انه ايضا يزور الاقصر ويزور اسوان، يعني كيف نيسر على الساحل زياره اسوان والاقصر من خلال البحر الاحمر؟ يعني هو يعني يوميا هو في رحلات بتطلع، رحلات طبعا اليوم الواحد اللي بتطلع من الغردقه بتروح محافظه الاقصر، زياره طبعا معبد الكرنك وحتشبسوت والمدينه. اعتقد ان دي ما فيش اي تاخير، يعني اعتقد ان دي يوميا ما شاء الله السرب بيطلع يمكن بيتخطى ال 50 او ال 60 او ال 70 اتوبيس كل يوم، يا غير العربيات السياحيه الميكروباص الصغيره، فهي بتتخطى يعني. ولكن اعتقد ان اهتمام الدولة بتشغيل القطار الكهربائي اللي هيبقى في محطة في الجونة او في محطة في سفاجة، اعتقد ان ده برضو هيسهل للساحل الاجنبي التنقل وبسرعة، يمكن خلال اجل من ساعتين يعني. ده هيلعب دور كبير. ما هو ده بين الاقصر والغردقة، بين اسوان والغردقة. والله من اسوان والغردقة يمكن عدد الرحلات قليلة جدا، وفعلا فعلا ان في تقصير من محتاجين شركات طيران من او خط طيران من اسوان للغردقه، خط مباشر يعني. والله هي كانت الفكره، وربط اسوان بالبحر الاحمر من خلال طريق العلاقي، الاهتمام به، اقامه خدمات سياحيه على طريق العلاقي الغردقه او مرسى علم، وبين ادفو مرسى علم وبين ادفو وبين الغردقه، يعني بالتاكيد يعني اقامه خدمات سياحيه، إنارة، كافيتريات على الطريق، تأمين الطرق، يعني بالتأكيد ده هيكون له مردود إيجابي على السياحة في أسوان أيضا. يعني أنا أعتقد أن محافظة أسوان في حاجة طبعا، خصوصا طبعا أعداد السياح الوافدين في أسوان ما فيش مقارنة بينهم ما بين أعداد السياح داخل محافظة البحر الأحمر. يمكن في أسوان فعلا في حاجة إلى استقطاب طبعا السياح الأجانب اللي بتوافدوا على الغردقة. أعتقد أن الدولة واجب عليها خلال الفترة اللي جاية أن هي فعلا بين الشركات وبعضها، بحيث أن السائح يعني لازم يشوف المزار الحضارية ونهر النيل، ممكن منطقه ابو سمبل وفيله. اعتقد ان ده هيساعد بشكل كبير يمكن خلال الفتره اللي جايه، لو حصل فعلا في تنسيق بين الاجهزه او بين الشركات، وان الدوله فعلا ادت اهتمام اكبر. اعتقد ان اسوان يعني هتفرق في الاعداد. حضرتك يمكن عارف يمكن اغلب السياحه يمكن الوافد على اسوان تبقى فتره الموسم السياحي الشتوي اكتر من الصيف عشان خاطر ارتفاع درجه الحراره، ولكن اعتقد يعني ان الدوله لو سهلت حاجات كتيره قدام السائح الروسي، اعتقد ان والسائح الاوروبي او العربي، اعتقد ان معدلات السياحه المستقطبه على اسوان هتبقى بشكل اكبر من كده يعني. طب هرجع تاني للحديث عن السوق السياحي الروسي، لانه من الاسواق السياحيه الهامه لمصر وخاصه في البحر الاحمر. من وجهه نظرك يعني شايف امتى سوف يعود السائح الروسي بقوه مرة أخرى للبحر الأحمر؟ والله هو من ناحية عاد هو عاد يعني، بس أنا شايف أني طبعا الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن لو انتهت يعني، عايز أقول لك أن الوضع هيتغير، لأن طبعا مين اللي مأمن على طيارة من طيارات كرجل أعمال أو صاحب شركة سياحة وحيغامر؟ والحرب الروسية الأوكرانية أيضا، الحرب الروسية الأوكرانية طبعا هتلعب دور كبير يعني. لو الحرب توقفت طبعا يمكن أعداد السياحة هتزيد بأكتر من كده بكتير، ولكن أنا بناشد طبعا وزارة السياحة من خلال منبر حضرتك أن يكون خلال الفترة القادمة أو خلال الأشهر القادمة يعني يبقى فيه اهتمام أكتر برحلات الشارتر، وعشان خاطر طبعا رحلات الشرطه بتلعب دور كبير في استقطاب اكبر عدد مقارنه طبعا بالرحلات الجميع. طبعا 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 يعني معدلات الدعايه المفروض كانت تبقى اكبر كده بشكل اكبر يعني. يمكن السائح الروسي ليه طابع خاص عندنا في مصر يعني، بنناشد برضو بعض شركات السياحه برضو الجالبه للسائح الروسي برضو، اللي هو مراجعه الاسعار. عشان انا راضي بالبر وجيت اسكن معاك في البر، عشان انا راضي بالبر وجيت اسكن معاك.
جسدي هالدوري على المركب روح ومكمله انا عيد ليش خبري الاول شلو والثاني شلو انا عيد ليش خبري الاول شلو والثاني شلو الاول انت حبيب روحي الثاني سوى ما بقبله تحياتي عماد أبو فتح شكرا لكم وإلى اللقاء وبانوراما سياحية.